موضوع إلى موضوع مهم جدا هذه الأيام يتعلق بالتزييف العميق وهو الديب فيك، سيل من الصور التي أنشئت إلكترونيا، فيديوهات تظهر أشخاصا يتفوهون بأشياء لم يتلفظوا بها إطلاقا. فقد تحولت تقنيات التزييف العميق للذكاء الاصطناعي إلى وسيلة أساسية لنشر المعلومة المضللة بسرعة فائقة، وصولا إلى برامج استنساخ الأصوات بهدف الاحتيال في وقت تحول فيه ضبط هذه التقنية إلى هدف رئيس لدول عدة. ويلفت خبراء إلى أن برامج التزييف العميق تتفوق على أجهزة الكشف عنها إلى حد كبير، كما أنه يصعب اكتشاف مستخدميها لقدرتهم على استعمال برامج الذكاء الاصطناعي المتوفرة بكلفة منخفضة بشكل سري. معنا هنا في الاستوديو غيث القرشي مستشار التحول الرقمي. سيد القرشي صباح الخير، اهلا بك معنا. اذا يلاحظ ان هنالك يعني استخدام واضح للذكاء الاصطناعي وصل الى حد تقمص المشاهير، وكما جاء في التقرير يتلفظون باشياء لم يتلفظوا بها. الى اي مدى يعكس هذا تطورا كبيرا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ صباح الخير والتصفح الآمن عليكم جميعا. بداية أود أن أعود إلى تاريخ متى بدأت هذه التكنولوجيا. حقيقة هي بدأت في العام 1997 من عالم اسمه كريستوفر بولجر ومنظمة خاصة اسمها انترفل ريسيرش، كانوا يقومون بإعداد برنامج اسمه ري رايت، ثم تطورت إلى العام 2016 حيث ظهر برنامج آخر اسمه فيس تو فيس، حيث يتيح للأشخاص استخدام بعض البرامج المرئية أو الصور والبرامج السمعية لإنشاء فيديوهات لأشخاص لم يقلوها. أعتقد هذا البرنامج الذي تم صناعة فيديو للرئيس الأمريكي أوباما ويضرب الباب بقوة. تماما، هذا جاء بعد ذلك في يناير 2018 ظهر فيديو لطبعا أوباما وهو يقوم بالتحدث عن ترامب، إضافة إلى بعض الفيديوهات الأخرى لبعض الممثلين، وهذه نتيجة شاهدت بالأمس توم كروز وتوم كروز أيضا تماما يرقص. هذه أيضا طبعا نتيجة لبرنامج آخر اسمه ماي فيك أب. ماي فيك أب هو برنامج له مصادر متعددة ومفتوحة المصدر، وبالتالي قام العامة باستخدامها ثم إنتاج الكثير من الفيديوهات. الآن أصبح الموضوع يعني منتشرة بين الناس، أي واحد عنده قدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يقوم بتحويل هذه الفيديوهات. مشكلة غير منتشرة بين الناس، السؤال الذي يطرح كيف يمكن التمييز بين الفيديو الأصلي والمزيف؟ هل هناك برامج لكشف هذه التقنية؟ مايكروسوفت أظن أنها طرحت محتوى موثوقية المحتوى، ولكن لا أعرف إذا كان انتشر على مثلا بجميع أنحاء العالم ولا جميع الشركات أيضا. نعم، من الصعب جدا التمييز بين حقيقة الفيديوهات والفيديوهات المزيفة. في السابق كنا نستطيع تمييز بالعين المجردة، لأنه دائما تجد شيء في الفيديو يعطيك انطباع أنه هذا نفس ليس الشخص الذي يتحدث، ولكن حركة العين والشفتين تماما
هناك بعض البرامج التي استخدمت في مصداقية المصدر، ولكن هذه تستخدم في تحديد مصداقية الفيديو بنفسه. أما البرامج المستخدمة في الذكاء الاصطناعي للفيك أو الديب فيك فعليا ليست منتشرة بحد كبير، وأعتقد يعني تحتاج إلى تكنولوجيا عالية للقدرة على معرفة الصح من الخطأ. هنالك أيضا يعني واقعة في 2019 عندما فشل موقع فيسبوك في كشف فيديو مفبرك لرئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي في 2019، وبالتالي طرح هنا سؤال مهم جدا: هل تعجز مواقع التواصل الاجتماعي أو لوغاريتميات مواقع التواصل الاجتماعي عن كشف هذه التقنية، وبالتالي نحن أمام مشكلة؟ هي لا تعجز، ولكن في البدايات كان الأمر يعني صعب جدا. يعني هم قاموا باستخدام أصلا إحدى الخوارزميات اللي اسمها ديب تريم، وخوارزمية خاصة من جوجل لصناعة مثل هذه البرامج بشكل متطور. الآن فيسبوك عجزت عن معرفة الفيديو الحقيقي لأنه كان بخوارزمية جديدة عليها، ولكن بعد فترة قامت بكشف ذلك واعترفت بهذا الأمر. قامت بتحديث الأمر واعترفت بهذا بأن هذا الفيديو هو فيديو غير حقيقي. ولكن يعني المشكلة أنه يوما بعد يوم هذه الخوارزميات تتطور، ومدى الدقة ومدى الصحة مثل فيروسات كورونا تماما كالفيروسات، ومدى الدقة والصحة يعني أصبحت تتحور مراحل متقدمة. يعني في السابق كنا نقول للأشخاص أنه يجب أن تهتم بالمعلومات التي تعطيها للآخرين. أذكر بيت الشعر القائل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فصار أعلم بالمضرة. الآن لا صديق ولا عدو، يعني باستخدام هذه الفيديوهات والأجهزة والبرامج تستطيع أن تزيف الكثير يعني من نحن الأمور. أمام يعني مخاطر أخلاقية وسياسية طبعاً. والمحتوى الأكثر استخداماً في هذه التقنية، ما هو المحتوى الأكثر استخداماً؟ تقصدين البرامج المستخدمة في هذا في ماي فيك أب، وهو واحد من أشهر البرامج، وفي فيس تو فيس أيضاً. يعني هذان البرنامجان ولهما طبعاً العديد من النسخ الأخرى. يعني ماي فيك أب له أكثر من 3 إلى 4 نسخ تم تطورها مع الوقت حتى أصبحت يعني متوفرة للعامة. والآن نستطيع أن ندخل إلى برامج أونلاين، يعني ما في داعي تنزل البرنامج عندك على الجهاز، تدخل على أونلاين فيك ورديب فيك، وبإمكانك تضع بعض المحتوى ثم تحصل على الفيديو الذي تريد. نعم، الموضوع أصبح خطيرا فعلا. يعني مش غيث، هذا يقودنا إلى ضرورة العودة إلى وسائل الإعلام التقليدية لاستقاء المعلومة. وسائل الإعلام التقليدية طبعا التي كممارسة. التي تعتمد على المهنية وعلى المصداقية. لن ترين رويترز أو الأي بي تستخدم مثل هذه الفيديوهات، وبالتالي نحن أمام حتمية العودة لأخذ المعلومات من وسائل الإعلام التقليدية. صحيح، وهذا أمر طبعا ننصح به بشدة، لأنه يمكن معلومة ما بيعرفها معظم الناس في كل قنوات التلفزيون والجرائد المحترمة. هنالك فريق لرصد دقة وصحة المحتوى، هذا الفريق يقوم على هذا الأمر بشكل يومي. لذلك عندما تقوم هذه الجهة الإعلامية بنشر فيديو أو خبر، سوف يكون قد مر على الكثير من الفلاتر الخاصة بهذا. صحيح، ولكن أيضا يعني غيث حسام، وبالتالي أنا أستقيها من المشكلة أنه ما في عند الإنسان وعي. في بعض الأحيان ممكن يعمل شير لخبر من دون التأكد من صحته، وهذه أيضا كمان مشكلة أو مسؤولية تتعلق بالشخص 100%، لأنه صار هذا جزء من اللاوعي عندنا، عملية السكرولينج والتصفح والشير على السوشيال ميديا. يعني هذه واحدة من سيئات السوشيال ميديا، شو بدنا نعمل؟ بس الأصل الواحد يراقب نفسه، خاصة في موضوع النشر، لأنه هذه الأمور ليست مزحة صراحة. يعني قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا للأشخاص وهم لا يعلمون، خاصة أنه صار متاح. ممكن أخذ فيديو عنك، خاصة أنت إعلامي، من الجنب الآخر، صوتك مع وجهك، وأنا أركب فيديو أطرحه على أنه الفيديو لك. يعني قبل أن نختم، لكن يمكن استخدام هذه التقنية يعني في بعض المسائل التي تتعلق بالفنون. يمكن مثلا إعادة بعض الشخصيات التي ماتت في السابق إلى الحياة واستخدامها مثلا في السينما. هل سنشهد في السينما ثورة باستخدام هذا النوع من التقنيات؟ بالطبع، يعني هنالك الآن بالإضافة إلى الديب فيك، وهو الشيء الذي يستخدم بالغالب لأمور غير أخلاقية، هنالك الديب نوستالجي، هذه يعني أو الحنين العميق، أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو بإمكانه أنه أي واحد له أشخاص يعني توفاهم الله أو غير موجودين، بإمكانه الحصول على الصور القديمة ثم نقوم
بتحريك هذه الصور بطريقة معينة، إذا كان في صوت لإلهم موجود في جهاز تسجيل أو شريط سابق ممكن نحط التسجيل على فيديو أو على صور، بالتالي هذا قد يعني يمكننا من الحدوث. خاصة السينما يعني. السينما طبعا السينما يعني هي السينما الآن أصلا يعني واصلة إلى مراحل متقدمة جدا في هذا المجال، ولكن على الأقل على السينما العربية أنا متوقع أن نشهد الكثير من هذه الأمور والتطورات خلال العامين القادمين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك غيث القرشي مستشار التحول الرقمي، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا. شكرا حسام. شكرا.